بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. إليك يا طاهرة الجوهر، إليك يا طاهرة الجوهر، قد جاءت الأخبار عن جعفر. إليك يا طاهرة الجوهر، قد جاءت الأخبار عن جعفر، فدا حسينا بدم المنحر. إليك يا طائرة الجوهر، قد جاءت الأخبار عن جعفر، فدا حسينا بدم المنحر، وكان كالكرار في المعمر، وكان كالكرار في المعمر، أشبالك كانوا نجوم الذرى، أشبالك كانوا نجوم الذرى. يا أم البنين، أشبالك كانوا نجوم الذرى، واليوم باتوا فوق حر الثرى. سمعت في عثمان ماذا جرى، وكيف لاقى بالضباء مصرع نوحي، فأنت ربة المأتم. يا أم البنين، شو يقول هذا الشاعر؟ نوحي فأنت ربة المأتم، أبناؤك تخضبوا بالدم، ونحر عبد الله لم يسلم، ونحر عبد الله لم يسلم، لو كنت في يوم الطفوف. ما هسه لحد الآن ذكر ثلاث من أولاد أم البنين. أبكي على أبنائك من علي، لهفي على أبنائك من علي، لهفي على أبنائك من علي، قضوا من الآخر للأول، لهفي على أبنائك من علي، لهفي على أبنائك من علي، قضوا من الآخر للأول، وعن أبي الفضل فلا تسألي. إي والله لا تسألي. وعن أبي الفضل فلا تسألي، فإنه ملقا على المشرع، فإنه ملقا، فإنه ملقا على المشرع. الناس تتعازى وبدت بالنايحة، وعد بني عدنان صارت فاتحة، مرة وحدة وبين كلها الصايحة، صاح واحد هاي هي القافلة. الله الله، شلون قافلة؟ القافلة عادت لعد قبر النبي، ومن بعيد مبين عليها السبي، مشية النسوان تشبه للحبي، مرمرتهن بالمصايب كربلة، مرمرتهن كربلة بالنايبات، والله يدري من السبش متحملات، مشيبات الراحة بعمر البنات، ضيمهن حتى الجبل ما يحمل، ضيمهن والله ضيمهن حتى الجبل ما يحمل. كلمات مختصرة مثل كل سنة، ما أطيل عليكم ما أذيكم، كلمات مختصرة. كون نذكر أم البنين، ما يصير أم العباس هذه سلام الله عليها. كلمات مختصرة أقولها لكم وأسألكم الدعاء. يظهر أيها الإخوة كما تعلمون، الله تعالى يختار لأوليائه أرحام خاصة. يعني من زور الحسين نقول له أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب وفي الأرحام، أصلاب وأرحام.
هسه يختار لأوليائه على مستوى المعصومين 14، وهذا واضح يظهر مو فقط على مستوى 14، حتى على مستوى من هو قريب منهم. تدرون أكو طبقة ثانية من أهل البيت كلش قريبة من 14، كلش قريبة. ولهذا تشوفون حتى تراثنا الدين، شلون نعرف؟ تقول لي هذا تحليل منك؟ لا، مو تحليل مني، مو تحليل مني، هذا لقيناه بتراثنا الوارد عن المعصومين، مو تحليل مني. شلون؟ أنا مثلا لما ألقى نفس المفردات اللي المعصومين مدحوا بيها المعصومين يعطوها لبعض أبنائهم، هذا يدل على شنو؟ مو قضية أنا بكيف قاعد أحكي وبكيف أريد أرتب الأمور، لا. بعض التعابير هم الأئمة عليهم السلام قالوها في الأئمة، وهم نفس أهل البيت قالوها في بعض أبنائهم من غير 14، نفس هاي التعابير هم قالوها. دخلي أضرب لك مثال حتى الأمر يصير واضح. يعني مثلا أنا من ألقى من زار الحسين عارفا، هاي العبارات، من زار الحسين عارفا، مو هيك ولا من زار عليا عارفا، هالشكل أنا ألقى نفس هذا الكلام وارد عن المعصومين، من زار المعصومة عارفا. هناك وجبت، هنا وجبت له الجنة. المعصومة مو من 14، صحيح ولا؟ ولكن نفس العبارات اللي 14 استعملوها لهم استعملوها لمن؟ للمعصومة. هذا يدل على شنو؟ شنو من زار المعصومة عارفا بحقها وجبت؟ شنو يعني؟ خو هاي العبائر قيلت في 14، من زار الحسين عارفا وجبت، نفس الصياغة نفس النص قيل في السيدة فاطمة المعصومة وهي ليست من 14، هذا يدل على قربها منهم، أنها أقرب الخلق لهم. وإلا ليش أهل البيت يستعملون نفس العبارات؟ فجاوبني، إيش قد عندنا روايات من بكى وأبكى على الحسين؟ إيش قد عندنا روايات؟ لا وحدة، لا اثنين، لا عشرة، لا 20، تواتر فوق التواتر. روايات البكاء على الحسين تجاوزت حد التواتر، يعني نسبة صدورها عن المعصومين 100%، لا نقاش في ذلك. هسه يجيني واحد مجنون معتوه يريد يقول بكيف مشكلته هذه؟ زين، تلقى رواية عن النبي الباكي على هذه، ورواية في البحار وأشار إلى زينب كالباكي على أخويها الحسن والحسين. زين، الباكي على الحسن والحسين الروايات شنو قالت؟ ضمنت له الجنة وجبت له الجنة. يقول الباكي على هذه وأشار على زينب كالباكي على أخويها. ها شنو هذا؟ شنو هذا يدل على شنو؟ أنت جاوبني، هذا يدل على شنو؟ اللي يبكي على زينب في الباكي على الحسين، شنو هذا؟ زين، أقول هواي، أنا ما أتذكر هواي، إذا أرد أجمعهن هواي. السماء تتكفل بتسمية الحسن والحسين والأئمة الأطهار كما في حديث اللوح الواردة في الكافي، وحتى أن ثقة الإسلام الكليني خلالها باب، مو رواية، باب كامل، أحاديث اللوح إلها باب كامل في الكافي، أنه أئمة أهل البيت الله تكفل بتسميتهم وكل إمامها أنطى مهمته، أقروها بالكافي باب كامل. هذا نفسه ينزل جبرائيل على النبي يقول له سميها زينب، يعني اللي تكفل بتسمية 14 تكفل بتسمية زينب عليه السلام. هذا يدل على شنو؟ أنت قل لي، يدل على شنو؟ أن لهذه السيدة مكانة خاصة، بل هي قريبة من المعصومين 14 عليهم السلام، كلش قريبة منهم. وإلا ليش لأما يتعاملون معها بهذه الطريقة؟ يو السماء تتعامل معها بهذه الطريقة، شنو يعني؟ الزهراء فداك يا أبوك، مثلا المعصومة فداها أبوها موسى بن جعفر، يقول شنو يعني؟ أنا ستقول لي هذا كلامك إجابة على أم البنين، أقول راح أوصل، بس هاي فد مقدمة من خلالها أوصل لأم البنين، أنت بس شوي انتبه لي. زين، شنو معنى من تقرأ بالروايات الإمام العسكري يشق ثوبه على سيد محمد ابن الإمام الهادي سبع الدجال؟ فسر لي إياها. يعني الإمام الهادي، وأنا هذا شفت الظاهر الإمام الوحيد من أمة آل البيت اللي يشق ثوبه مرتين،
بس على الأقل ما وصلنا ما وصلنا يعني أنا ما قاري بالرواية، خلي أكون دقيق بالحكي، أنا ما قاري بالروايات غير الإمام العسكري، ما قاري أنه الإمام العسكري شق ثوبه على أبيه الهادي، والإمام العسكري شق ثوبه على أخيه سيد محمد المعروف عند العراقيين بسبع الدجيل اللي هو سيد محمد بن الإمام الهادي سلام الله عليه. الإمام العسكري سلام الله عليه إن شاء الله إن شاء الله بركة أم البنين، سيد محسن البطاطي قلولي مريض وحالته تعبانة بالمستشفى، إن شاء الله بركة أم البنين، يبشرون نأخذ من أم البنين باب الحوائج إن شاء الله تعالى. ويا ما أخذنا حوائجنا من السيدة أم البنين، يعني هي باب الحوائج إن شاء الله، إن شاء الله نبشر ببركة هذا المجلس. شنو معنى الإمام العسكري شق ثوبه على سيد محمد مثل ما شق ثوبه على الإمام الهادي؟ فسر لي إياها أنت، فسر لي إياها. بوفاة سيد محمد الإمام العسكري شق ثوبه على أخيه، وبشهادة الإمام الهادي الحسن العسكري شق ثوبه على أبيه، وهذا موجود في أمهات مصادر الشيعة، يعني مو في المصادر الثانوية، في المصادر الأساسية أن الحسن العسكري شق ثوبه عليه السلام. شنو معنى هذا؟ هذا معناه أن سيد محمد إلى مكانة خاصة وقرب من المعصومين الأربعة عشر، ولهذا يتعاملون معه مثل ما يتعاملون مع الأربعة عشر، علي الأكبر وتعامل الحسين مع علي الأكبر الصادق لما يقول له أو الحسين لقد انتهكوا بقتلك حرمة الإسلام، الإمام يقول له هذا الإسلام الكبرى انتهكوا حرمته بقتلك يا علي الأكبر، شنو علي الأكبر؟ صادق يقول له وأشهد أنك من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم، إمام صادق يقول عليك أكبر بزيارته كما في كامل الزيارة لابن قولويه، يعني مو مصدر عادي، مصدر أساسي، وأشهد أنك من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم، هيك يقول العلي الأكبر. شنو علي الأكبر؟ اللي هكذا يخاطب من المعصومين كما يخاطب الأئمة عليهم السلام، يخاطب علي الأكبر عليه السلام، هذا يدل على شنو؟ ما قاعد أسولف لك في الشيء يعني خارج الموازين والضوابط، لا قاعد أجيب لك وهكذا شواهد كثيرة أستحضرها الآن، وإلا شواهد أكثر من ذلك. أم البنين ما أجت من فراغ، هاي الحكاية اللي دوم نقولها على المنابر وأساتذتنا الخطباء يقولوها، هاي يحتاج توقف عندها، أنه اختر لي امرأة، أم البنين جت من اختيار، يعني بتعبير آخر، بس هذا حكي مو يعني مو مال مجلس أرض اختصره، وخاف الشمس تأذي الإخوة والأحبة هم بعدهم ما متغدين ما متبركين بزاد أم البنين، ما يطول عليهم وبوجون مني يعني. ولكن هو حكي كلش حلو، أم البنين بعض الأحيان المعصوم ينجبر ياخذ امرأة يدري بيها شنو، يدري بيها بعض الأحيان، بس هو أكو ظرف معين يجبر على أخذ هاي الإمرأة كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكو ظرف معين خلى مثلا إلى آخره، أكو ظرف معين خلى الإمام الحسن عليه السلام مثلا تكون زوجته جعدة، أكو ظرف معين خلى الإمام الجواد تكون زوجته منه أم الجهل أم الفضل اللي تسببت بقتله مثلا، أكو ظرف معين، هذا شيء أكو لا امرأة تجي عن اختيار مو ظرف يفرضها، تشوفني أكو فرق بين معصوم ياخذ امرأة من خلال ظرف معين ومصلحة تقتضي ذلك، هذا شيء، أكو امرأة تجي عن اختيار وقناعة، هذا هواي فرق عن ذاك، هواي فرق عن ذاك. أم البنين جت على اختيار، يعني مثلا السيدة الزهراء عليه السلام قالت الأمير المؤمنين قالت له من بعدي أخذ أمامه، مثلا هي اختارت لإمرأة، هذا فرق عن الظروف تفرض على المعصوم أن يقترن بإمرأة معينة، أم البنين اجت عن اختيار، اختر لي إمرأة ولدتها الفحولة من العرب، اختيار، علي بن أبي طالب كان يبحث عن إمرأة خاصة، هاي الامرأة الخاصة تجيب له ذرية خاصة، هسه هاي تجيب له ذرية خاصة، هنا أنا أكو التفاتها أقول لكم بيها وإحنا بنهايات الكلام. شوفوا اللي أخذوهن المعصومين وهن مو أهل للاقتران بالمعصومين، ما وفقنا
لأن تكون ذرية المعصومين من خلالهن كما تعلمون. لا أم الفضل صار عندها ذرية ولا شنو جعدة صار عندها ذرية ولا حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما صار ما وفقنا لهذا الأمر. علي بن أبي طالب يبحث عن امرأة يكون إلى منها ذرية خاصة لتلد لي، أريد ذرية خاصة من امرأة خاصة. هذا الحكي يختلف عن ذاك وين، ذاك وين، هذا وين، صار ماكو وجه للمقارنة. علي بن أبي طالب قاعد يبحث عن امرأة تجيب له ذرية خاصة، هاي الذرية إلها مهمة خاصة. ومن بعد البحث حصل على فاطمة الكلابية. ما قلت شلون ما كان أم البنات امرأة مصطفاة حتى تجيب لعلي بن أبي طالب ذرية مصطفاة. هاي الأمور لما تجتمع تجي أم البنين وذرية أم البنين هم هالقمر والنجوم، بحيث أنا أقدر أقول بضرس قاطع ومن دون تردد أن أقرب أولاد أمير المؤمنين للحسن والحسين من قمر العشيرة. ماكو من بعد الحسن والحسين ماكو أفضل من قمر العشيرة بأولاد أمير المؤمنين أبدا. هذا الكلام نقوله بضرس قاطع وماكو تردد به، حتى محمد بن الحنفية وغيره مقامهم أدنى من مقام أبي الفضل العباس. سيد أولاد أمير المؤمنين من بعد الحسن والحسين قمر العشيرة. هذا الاختيار شنو أثمر، شنو أنتج؟ أنتج العباس وكفى، وبقية الطاهرين اللي ذكرناهم بالقصيدة. تنذهل هذا العباس لما تقف أمام تاريخه، والله تنذهل، والله تنذهل. شنو هذا قمر العشيرة؟ شنو ولد عمره كله ما يسأل الحسين سؤال؟ شنو هذا؟ وهي الحكاية أنا أقولها على المنابر، أقول سمعت من خطيب قريته في كتاب أن العباس سأل الحسين، يعني أنت أخوك يقول لك باكر عندنا سفر، تقول له كم يوم؟ يوم. تقول له ها؟ تقول لوين إحنا رايحين؟ تقول له ليش إحنا طالعين؟ تسأله. قريته في كتاب سمعت من خطيب العباس سأل الحسين إحنا وين رايحين؟ سفرتنا كم يوم أبا عبد الله؟ ليش رايحين أبا عبد الله؟ النسوان ليش ما أخذيها أبا عبد الله؟ محمد بن الحنفية عليه السلام سأل هاي الأسئلة، العباس ليش ما سأل؟ لا هو لا أخوته. شنو هذا؟ ولهذا الصادق يقول أشهد لك بالتسليم، أشهد لك، أشهد لك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد على أعمال الناس يشهد لقمر العشيرة بالتسليم؟ شنو من مقام؟ مقام إبراهيم رب العالمين يقول عن لسانه أسلمت لرب العالمين، أسلمت. إبراهيم يقول أسلمت. الإمام الصادق يقول للقمر العشيرة أشهد لك بالتسليم. شنو من مقام هذا؟ سؤال ما يسأل أخوه وين رايح؟ شنو هذا قمر العشيرة؟ خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، أكثر عمره ما يتقدم خطوة على مو ما يتقدم، ما يمشي بصف الحسين خطوة كون بينه وبين الحسين. سيدي أبا عبد الله، مولاي أبا عبد الله، شنو هذا المقام؟ ما تقول لي شنو هذا المقام، شنو هاي التربية، شنو هاي المعرفة؟ أم البنين ذولا ربتهم، ذولا كبرتهم. أم البنين اختيار هم بالنسبة إلها هم بالنسبة لأبنائها. أم البنين مو امرأة عادية. أم البنين كان أكو عندها أخبار سابقة. أم البنين كان معروف شايفة بعض الأمور أنه راح تقترن بعظيم، كانت شايفة رؤيا وهكذا فسرت لها الرؤيا أنك راح تقترنين بعظيم يا أم البنين،
واقترنت بعلي، توقع يعني بعلي بن أبي طالب، وعرفت قيمة هذا الاقتران وقدر ذلك وأدت حقه سلام الله عليها، ولهذا كانت مرضية وكانت محبوبة وكانت قريبة من المعصومين عليهم السلام. شنو زين العابدين في يوم وفاته يلقوه بمسجد النبي يبكي، ليش تبكي يا ابن رسول الله؟ يقولهم ماتت جدتنا أم البنين، يبكي الإمام زين العابدين، أمنا جدتنا ماتت اليوم، هاي اللي كنا نشوف بيها بقايا بيت النبوة يعني. يا يمه يا علي لو قرب وعدي ادفني يا يمه بدال ولدي، شلون مناسبة هاي أم البنين ونقرب بيوت ذول السادة الكرام الهواشم. اي والله يا يمه يا علي لو قرب وعدي ادفني يا يمه بدال ولدي، يا بدال ولدي يا انا من كربلة ترابات عمي، خليني يا يمه جو لحدي اريد ان اقرب وك بثر لحدي، يا اريد ان اقرب وك الحسين. شو مسوي الحسين بهاي السيدة؟ يا من ذر لحدي أنا بالأربعة يا حسين ضحيت، أنا بالأربعة يا حسين ضحيت، أنا الموت ياخذني تمنيت عمود الوسط يا شايل البيت، والله يا شايل البيت. الإمام زين العابدين يقول للابن حذلم، يقول له أبوك كان يكتب شعر يا ابن حذلم تنظم الشعر يا لا؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال له ابن حذلم تريد يصير براسك حاض؟ نعم يا ابن رسول الله. قال له سبقنا للمدينة ونضم لك بيتين على الوجه. قال له شوف ابن حذلم هذا الشعر اللي تكتبه على فلان وعلان وهذا وذا كله ما يسوى هذا، وقت تريد تصير سعيد تريد تسعد بالدنيا والآخرة؟ قال له نعم يا ابني. قال له اكتب لك بيتين على وجهي. ويلي عليك أبا عبد الله، إيش قد وجيه عند الله يا أبا عبد الله، إيش قد تختصر المسافات يا أبا عبد الله. قال له اكتب لك بيتين على حسين، التاريخ راح يخلدك ابن حذلم والله راح يحبك ابن حذلم، وإلا هذا بقية شعرك كله في الحسين يروح ما يسوى. قال له تؤمر يا ابن رسول الله؟ أنا راح أسبخكم وأقرأ على الحسين. يظهر الإمام كان عنده هدفين، أنا هيك أقرأ الأمر والله العالم. الهدف الأول أن يسوي تعزية على الحسين في المدينة والناس تبكي على الحسين حتى باب التعزية ينفتح على سيد الشهداء. الأمر الثاني يظهر الإمام راد يشغل أهل المدينة عنهم، لأن هو زين العابدين يقول لقد خزينا من كثرة النظر إلينا، فبعد كاف احنا بعد منطق واحد يباوع عنا، حتى اذا يحبنا حتى اذا معزي عنا بعد ما نريد واحد يباوع عنا، فاشغل اهل المدينة برجالهم ونسائهم عنا حتى نطب البيت الحسين ندخل وما حد يباوع عنا. وفعلا هذا الشيء صار، اجا ابن حذلم يفتر بشوارع المدينة بحيث كتب التاريخ تقول حتى المخدرات طلعت مرة ما ظلت البيت، يفتر بالشوارع يصيح يا اهل يثرب لا مقامة، ولك ليش لا مقامة؟ يقولهم الخبر يوم قبر النبي تعالوا طلعوا، انا اقول لكم ليش لا مقام. قام تطلع النسوان الزلم الاطفال من جمله اللي طلعوا ام البنين، وشلون طلعت شايله وليد العباس على متنها، ما اعرف هذا شنو قمر العشيره، ما اعرف هذا شنو. تدرون بعض كتب التاريخ تقول حتى ذا أضوّجكم أردقر الليلة شوية أريد أكسر قلوبكم، حتى ذا أطول شوية ما يخالف تحملوني. تدرون كتب التاريخ تقول هذا أبو يعلى الحمزة، هذا بالحلة أبو يعلى المدحتية، أبو يعلى هذا أخوه تدرون فقيه من ذرية قمر العشيرة. تدرون بعض كتب التاريخ تقول لما الإمام الحسن العسكري استشهد والإمام المهدي غاب
نرجس أسا بعض الكتب تقول نرجس توفت قبل ذلك، لكن بعض كتب التاريخ تقول لا نرجس بقت كانت حية. زين احنا سابقا المعصوم لما يستشهد امه تبقى يم ابنها، هنا الامام العسكري استشهد والامام المهدي شنو غاب. زين هاي نرجس وين تبقى وهي بسامرة بدار غربة؟ قالوا لها اكو واحد من ذرية العباس يقولوا له الحمزة ابو يعلى موجود هو يكفلك مثل ما العباس كفل زينب. وجدت زينة نرجس وقبلها الحمزة قبلها أبو يعلى، ولهذا أهل المدحتية يسموه كفال نرجس. يظهر هاي الكفالة كفالة العلويات، أخذها من قمر العشيرة وذرية قمر العشيرة. يظهر هذا العباس وذريته سرديهم حتى أولاده وأهل بيته هم يكفلون بنات رسول الله، وبقت نرجس البيت الحمزة اللي هو من ذرية العباس حتى توفيت في دار. يسموه كفال نرجس مثل ما العباس كفال زينب عليها السلام. قمر العشيرة سر وذريته سر وأم البنين سر سلام الله عليهم أجمعين. أم البنين شايلة عبيدية ابن العباس على متنها وطلعت ويا الناس ووصل ابن حضرمية قبر النبي وصاحب علو صوت يا أهل يثرب يا مقابلكم بها ولكم قتل الحسين. هذا شلون صوت يهز السماوات والأرض؟ ولن صوت من هالجمع الأكبر طلعت مرة تمشي وتحذر تقول لها يا ناعش هالخبر يا ما صوتك لعد الصخر فزر أذار المرم عباس يا با وش المصيبة الله أكبر وش المصيبة الله أكبر يا ابن حذلم يخبرني عن الحسين يقول تعجبت عن امرأة تسألني عن رجل أنعاه. أنا أقول قتل الحسين يقول شخبار الحسين شبيها هاي المرأة يقول قال لي لا تلومها مذهولة شبيها ليش يقول قال لي يا ابن حذلم ما تعرفها هاي زوجة أمير المؤمنين هاي أم البنين أم الأربعة يقول قلت لها كم الأربعة على شنو تسألني على الحسين ما تسألني على أربعة عندي خبرهم قالوا له هاي ما تعرف غير الحسين هاي ما تعرف الأربعة هاي تعرف الحسين الحسين تجي هاي أم البنين عاد هنا ابن حذلم سولف لها قالها ابنك فلان فلان قالت له الأبيات كلكم حافظيها قالت له أخبرني عن الحسين قالها قتل الحسين هي عرفت أنه ضعن الحسين دخل درت ركبت البيت الحسين وشايلة وليد العباس عائلة الحسين وزينب دخلوا ببيت الحسين زينب تقول يا دار وين حسين يا دار وشنه العذر لو جانا خطة بعد تدرون دولة بني هاشم مش عندهم غير الخطار والدواويد المفتوحة والله جميل عذر لا جاني خطار ولا ناشد وين الصبت صار شنو أقول المهم زينب خلت علوية على باب الدار قالت لها لا تدخل علينا امرأة سيدتي وإذا معزية قالت لها مريد معزية بس هاشمية تدخل غير الهاشمية ما تدخل ليش سيدتي قالها نريد نلطب على الهزين واحد بس بنات رسول الله والعلويات والهاشميات غير ذني مري غريبات أي وحدة من عيها حتى ذات عزينة هالأيام مري تريد واحد ما يبكي عن الحسين اجت أم البنين وقفت على باب الحسين دقت الباب من الطارق معزية لبنات رسول الله قالت لها شكرا حتى معزية انت هاشمية اذا مو هاشمية مريد قالت لها قل لي ليش سيدتي زينب منعت قالها قل لي زينب أمها على الباب يا مصاحب يا المعطم فك بالباب وتلقى شريشتنا في نفسك
مو بس فتحن الباب تلقنها قامت تلقن شريكتنا بالمصاب ويط البنين ونسل الاطياب راحوا على شمول اربع يا ببلي بنا ربا وزاجي من انزاب فتحوا الباب بجد زيادة من صاحت يا حزني وجد هم البنين بضلع يا جماعة شلون حكي هذا شكتبوا ذول الشعراء الله يرحمهم يا بابا ضلع محني تصيح بصوت يا حسين يا ابني يا ابني يا ابني مصيبتك بجت الدار يا نبا عبد دخلت أم البنين تلقنها النسوان أكثر ما أذى زينب شنو أن أم البنين شايلة وليد العباس يشبه قمر العشيرة نفس المعالم نفس الوجيه زينب شافت ابن أخوها صاحت وأخاه وعباسا أم البنين صاحت وولداه وحسينا شلون تعزي هاي اي والله يا تقلها الحرم لي قربين وحدة بعد وحدة عرفين وقل لي اسكي انا يا هديهن يا وزبة والف وزبة عليهن ذبال عيونهن ذبح وليهن هاي فلانة هاي فلانة هاي فلانة وام البنين تبجي سكتت زينب تقل رقية ما شفتها اخافوا يا البنات وما عرفتها تقل رقية ما جبتها انا برض شياب يا يمه البنت والله برض الشغام يا يمه يا دفنته قلت لها زينب لخصيد الحكي انا قلبي خلصان العباس رفع راسي يوم العاشر سولفيني انا هواي تعبت على العباس وربيته وتعبت عليه ووصيته سولفيني شنو صار يوم العاشر ابو فاضل رفعت راس ان شاء الله مثل عهدي بيه قالت لها يمه لخصت الحكي قالت لها نعم قالت لها اماح هاي الدنيا كلها بصوب وقمر العشيره بصوب اماها قلت بعد حكايه تقولي قالت لها انا ما شفت الحسين انكسر الا من راح العباس اقول لك قضيه ثالثه نعم قالت لها بني اميه ما دنوا من حدودنا الا من راح العباس كانوا يخافون يدنون بس من راح ابو فاضل يدنوا ولهذا الحسين صاح انكسر ظهري قلت حيلتي شمت بي عدوي هذا كله من راح قمر العشيره عاد هي فرحت استبشرت قالت انا ما ونيت لولا عاد الميامين هاي بنات الدعاء انا ما ونيت لولا عاد الميامين ولا سالت عليهم دمعة العين انا كل بجي كل ون وبجاي ودمعت سنين شي طاح وكسر وظهر الحسين يا بجي طاح وشي طاح وكسر وظهر الحسين بقت عندي ابيات الله يرحم سيد جاسم سمعتهم منه أقرأ لكم إياها وأسألكم الدعاء خلاص خلصنا وبروا لي الذمة وعذروني إذا طولت عليكم بس أنا هاي بعد أم البنين وأنا أحب ذول السادة البطاط هذا سيد كاظم أبونا تعلمنا منه حب الحسين والغيرة على الحسين والحمية على الحسين إي والله أحب ذول السادة الله يرزقنا شفاعتهم يوم القيامة بجاه سيد الشهداء وشفاعة أجدادهم الطاهرين شفاعة الحسين وآل الحسين وأم البنين سلام الله عليها ونريد منها أم البنين سيد محسن ونريد منها صحة سيد كاظم نمد دينا على بابها هل أبيات وأسألكم الدعاء زينب قالت وأنا الذي سج بطريجة
وانا الذي سج بطريقه يسج بطريقه والريح لولو احرفيج رفيجه يا بو الريح لولو احرفيج يصل الهلي ويظهر نشيج والله يصل الهلي يصل الهلي يا هلي يصل الهلي ويظهر نشيج يصعد البطحة ويشق زيج يا با يصعد البطحة ويشق زيج ويعز النبي ويخبر خديج يبس حسين العطش ريج والله يبس حسين العطش ريج وعدو بك عليه وصديج وشبت بالمخيم حريج بعد زينب ولمحمد يخضر ويهيج يسل صار ملي يرهب بريج بريج بعد وضعن الحرم بل كان يعيج ويقل ابو قد زينب بضيج ويقل ابو قد زينب بضيج يا بيقل ابو قد زينب بقد زينب بضيج بمحمد وآله حج الفرج إمام زماننا يا الله اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه اقضي حوائجنا اشفي مرضانا لا سيما المنظورين منهم سيد محسن البطاط من أوصانا بالدعاء من على مرضانا بالصحة والعافية يسر أمورنا يا الله كفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنهار بمحمد وآله مجلس نبي خطباء بي أهل فضيل جاسرت بحضورهم أرجو من الله أن يعزهم يحفظهم يديمهم المؤسسون لهذا المجلس تقبل مجلسهم أوصله إلى إمام زمانهم اكتبه في صحائف أعمالهم إلى أمواتهم أمواتكم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.